الاستخلاف بمعنى أن يكون الإنسان على الأرض خليفة لله، وهذا الاستخلاف يبدأ بشكل فردي وينتهي بشكل جماعي، يعني يبدأ بشخص المعصوم، بشخص الإمام مثلا أو بشخص النبي، فيربي جماعة وقاعدة تؤمن بأفكاره بقضاياه، فبعبارة أخرى يأخذها نحو الهداية، يهدي هذا الجيل أو هذا القسم من الأمة، إلى أن هم أيضا يتمثلون في الأرض أحكام الله، يطبقون إرادة الله التشريعية، يعني الله جاء بأحكام شرعية على مستوى الشريعة، وهناك تعتمد هذه الأحكام على شيء أسبق وهو الطريق والمنهاج، ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا، المنهاج أو الطريقة يعبر عنها القرآن، هذه أصول الدين، أعدنا شيء يقال له الشريعة، مجموعة التفريعات والتفصيلات اللي أبرزها الأمور الفقهية يلتزم بها الإنسان، ويتابع إمامه ويتابع نبيه ويتابع خليفة الله، فيصير الإنسان بمستوى من المستويات أيضا خليفة لله. هذا معنى أن الخلافة تبدأ بشكل فردي ثم تتحول إلى شكل جماعي، هذا إذا استقام الناس على الطريقة، أما إذا لم يستقيموا هذا معناه أن الناس أصبحوا غير خلفاء لله على الأرض، وبالتالي مو فقط هم راح لن يتابعوا خليفتهم الأصل، هذا الخليفة الأصل يعني إلا الله جعله خليفة على الناس، جعله إماما أو وصيا أو نبيا أو أرسله من قبل نبي، كل هذه العناوين تشمل هذا، أيضا الله سبحانه وتعالى يرفعه عن الناس، يبعده عن الناس بشكل من الأشكال. فإما هذا الشخص الذي بدأت الإمامة به، إما أن الناس تتابعه فيصيرون على استقامة وخط، وإما أن ينحرفوا. طبعا إذا استقاموا راح يوصل إلى درجة من درجات العصمة، المجتمع نفسه يصير معصوم. هذه نظرية السيد محمد صادق الصدر في كتابه اليوم الموعود، عند موسوعة من 4 مجلدات كلها عن الإمام المهدي سلام الله عليه، يبحث تاريخ الغيبة الصغرى، تاريخ الجزء المجلد الثاني تاريخ الغيبة الكبرى، المجلد الثالث اليوم الموعود، المجلد الرابع قرابة 900 صفحة عن ظهور الإمام ودولة الإمام وعلامات الظهور، فدراسة مستوعبة وخير دراسة في وقتها بالذات، خير دراسة للإمام الحجة سلام الله عليه. في هذا كتاب اليوم الموعود عندنا نظرية يقول على أن المجتمع في عصر الإمام الحجة هو يصير معصوم، ملتزم مستقيم إلى درجة شنو؟ العصمة. وهذا قد يكون واضح ليش يعني هذا الأمر يؤشر عليه، أنه في عصر الإمام الحجة التربية الدينية والأخلاقية والأمور والأهداف التي جاء بها الأنبياء تنكشف للناس انكشاف تام بفعل التكثيف التربية والإرشاد والهداية والتعليم، يصل الناس إلى هذا المستوى، خاصة إذا قلنا العصمة تعني أن هذا الإنسان يعني جانب العلم في العصمة، تفسر العصمة على أساس العلم، مثلا هذا الإنسان معصوم من شرب هذا الكأس من الماء، ليش؟ لأنه يعرف هذا الكأس إذا يشربه يموت، فيه سم، السم كبير يقتله، فهذا تقول ما يخطأ ويشرب شنو؟ الماء، يعني ما يغلط، يقول لك هذا ماء إذا أشربه وهو فيه سم أموت،
فالعلم يعصم الإنسان من الوقوع في إيش؟ في الخطورة، من الوقوع في هذا الأمر وهو الموت بواسطة شرب السم. يقول يصل الناس إلى درجة، يعني هذا شرح للفكرة، يصل الناس إلى درجة أن المجتمع يصير معصوم،